كل ما نعرفه نحن في تنسيقية حركات الأصوادية سيما أن الحكومة هذه الحكومة الانتقالية، يعني من اليوم الذي وصلت فيه إلى سدة الحكم من 18 من أغسطس 2020 وإلى يومنا هذا، لم تلبي طلب واحد ولم يتم تنفيذ أي بند من اتفاق الجزائر. وهذا رغم إلحاح الوساطة الدولية ورغم إلحاح الدولة الجزائرية على تطبيق هذا الاتفاق الذي هو الوحيد بالنسبة للجميع الذي سيضمن الأمن والاستقرار لدولة مالي. هناك تراجع حقيقة في تطبيق هذا الاتفاق، وهناك أصوات ترتفع ضد هذا الاتفاق في الجنوب، ومعروف أن الضباط الشباب يريدون شعبية الجنوب ولذلك لا يريدون الانخراط في تطبيق اتفاق الجزائر. ولكن هناك مشكلة كبيرة حقيقة، أن اتفاق الجزائر هو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار في مالي، ومن دون أمن واستقرار في مالي معروف أن انتخابات شفافة ونزيهة التي يريدون إجراءها لن تكون ممكنة. أيضا الوساطة الدولية كتبت منذ أسبوعين برئاسة السفير الجزائري، كتبت للحكومة المالية وطالبت ببدء تطبيق هذه الاتفاقية، ولكن حتى الآن لم يجدوا أذانا ساقية لذلك.